Jeg har lige lært Juz Amma af den sidste del af Koran, og jeg vil gerne sige tak til min lærer og Allah. Først Allah, og så min lærer, og så mine forældre, og dem, der har støttet mig. Barakallahu fikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum. Jeg har lært de sidste 20 sider af Koranen, Juz Amma. Jeg vil takke Allah, jeg vil takke mine forældre, jeg vil takke min lærer, og jeg vil takke alle dem, der har støttet mig. Barakallahu fikum. Bye bye. Bye bye, assalamu alaikum. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى بالتحدي لا سوى حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى بالتحدي لا سوى ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه وادع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه وادع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا